30 مارس هو اليوم العالمي للطبيب، وبهذا اليوم وبهذه الظروف الشكر الجزيل لكل أطبائنا وطبيباتنا في الصفوف الأمامية، وذلك لمجهودهم وتضحيتهم الجبارة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19. ولكن أنت وأنت تستطيع المساهمة بذلك باتباعك الإرشادات والتعليمات اللازمة، وأهمها المحافظة على النظافة العامة وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي والبقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.